تتواجد رواسب الرمال السوداء على ساحل البحر المتوسط في المنطقة من أبو قير غربا وحتى رفح شرقا، وعلى ساحل البحر الأحمر من جنوب مرسى علم حتى جنوب برنيس وكذا ببحيرة ناصر. تم إعداد دراسة جدوى متكاملة للمشروع مكودة من كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال التعدين، وهي شركة روش مايننج الأسترالية، واستغرقت دراسة الجدوى 3 سنوات. تضمنت دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، دراسة تقييم الأثر البيئي، الدراسة التسويقية، دراسة احتياط التعدين، وخلصت الدراسة الاقتصادية إلى أن المشروع ذو جدوى اقتصادية عالية وجاذبة للاستثمارات.